مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية، لسه بنتكلم عن العلاقة الحميمة ما بين الراجل ومراته، ولو فيها مشاكل ممكن نعمل ايه. تعالوا نتكلم دلوقتي بشكل عملي، نحل الموضوع بشكل عملي جدا، بشكل طبي. هل سواء كانت المشكلة عند الراجل كبيرة او صغيرة ليها حل؟ هل في حلول؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي بشكل طبي جدا. معايا في الاستوديو منورني دكتور محمد شكر عبده، استشاري امراض الذكوره ودكتور طب وجراحه الذكوره وعضو الكليه الملكيه للجراحين بلندن. حد متخصص يقول لنا نعمل ايه بشكل طبي مش عيب ابدا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا. منورني. اعمل ايه؟ ميرسي، ربنا يخليك. عدد الناس اللي بيجي لك او تقريبا كام في المية من شايف في مصر في ضعف جنسي عند الرجال؟ شكل كبير ولا لا عادي؟ هي نسب ضعف الجنسي اللي موجوده دي محدده بالنسبه للفئات العمريه وبتختلف طبعا على حسب الثقافات، لكن احنا عندنا مشاكل جنسيه، وضعف جنسي مش معناه ضعف انصاب، يعني هو احنا عندنا دوره جنسيه بتبتدي من الرغبه للانصاب للقذف وبتنتهي بالريزولوشن، يعني بتخلص الدوره وبتبتدي دوره جديده. ففي كل مرحله من المراحل دي ممكن تبقى فيها مشكله. في كل مرحلة عمرية بيبقى فيه المشكلة بتبقى الغالبة أكتر في مرحلة معينة، يعني مثلا سرعة القذف بتبقى أكتر. يبقى بسببه إيه سرعة القذف؟ سرعة القذف ليها سببين. السبب الأولي ده بيبقى يعني لو إن في جين معين أو في استعداد جيني لسرعة القذف. تمام. السبب التاني ده بيبقى، السبب الاول ده بيبقى بيبتدي من اليوم الاول للزواج، هو ده الشخص طبيعته كده، يعني في سرعه القذف. طبعا سرعه القذف التعريف العلمي ليها هي القذف بعد حدوث الإلاج باقل من دقيقه. تمام، عشان برضو نبقى فاهمين اللي بيحصل، لانه في ستات كتير بتشتكي من الموضوع ده. أكيد. السبب التاني، السبب التاني هو ده، هي مش سبب، هو احنا بنقول تقسيمات، سرعه القذف الاولي وسرعه القذف الثانوي. الثانوي ده ان بيبقى الراجل ما عندوش اي مشكله خالص، ما بيعانيش من سرعه القذف، وبتبتدي تظهر سرعه القذف بعد فتره من الزواج. دي لها اسباب كتيره، اهم سبب ليها هو حدوث ضعف انصاب، يعني ضعف انصاب عاده بيبقى مصاحبه سرعه قذف. في اسباب تانية زي وجود التهابات في الغدد المنويه زي البروستاتا، او وجود امراض عصبيه او بعض الادويه. طب انا عايز اسالك سؤال، هل لو في مشكلة من دي عند الراجل هو بيبقى عارف ولا بيبقاش عارف؟ أكيد طبعا، يعني هي هو بيبقى عارف. أكيد. يعني دي حاجة ملحوظة. أكيد. بيبقى واخد باله منها. أكيد أكيد. أصل أنا بشوف إنه في إنكار بيحصل مع إنه ده مرض وممكن يتعالج منه. طبعا طبعا. هل علاجه صح؟ أكيد طبعا. يعني إحنا بنتكلم دلوقتي على المشكلة اللي هي حضرتك قلتها دلوقتي اللي هي سرعة القذف. هل ده ليه علاج؟ في طرق علاج متعددة. في درجات من العلاج. وفي جزء كبير جدا من المرضى يعني بنوصل لنسبه رضا من الزوج بعد 99%. يعني ايه بقى طرق العلاج مثلا؟ يعني احنا بنبتدي في الاول احنا عندنا سرعه القذف ليها طريقين للعلاج. طريق سلوكي، ان احنا بنقول للمرضى بعض النصائح زي ان هو يبتدي يشتت تفكيره في وقت من وقت القذف، زي يبتدي يحصل العلاج المتقطع، يبتدي نغير اثناء الجماع او اثناء ولو المشكله عضويه، يعني مشكله عضويه حقيقيه. هي سرعه القذف النوع الاول عاده بتبقى استعداد، يعني هو فعلا في مشكله، هي مش مجرد، هي مشكله نفسيه. هل ليه علاج؟ هل ليه علاج ممكن ياخده يتحسن؟ طبعا في علاج دوائي، بس في وقت نفسه احنا ليه تاثير جانبي، اثار جانبيه لعلاج؟ لا في دلوقتي في ادويه بس لسرعه القذف فقط. سرعة القذف فقط. زمان كان في بعض الأدوية. طب لو سرعة القذف دي ناتجة عن عدم القدرة الكاملة على ال ال يبقى لازم نعالج المشكلة الأساسية، هي مشكلة الانصاب. بتتعالج ازاي بقى؟ مشكلة الانصاب يعني لو هي مشكلة عضوية فاحنا عندنا حاجتين، ان احنا نعالج المشكلة العضوية، في وقت نفسه نقدر ان احنا نعالج الأسباب اللي أدت لضعف الانصاب. يعني ضعف الانصاب ده يعني ميكانيزم حدوث الانصاب او طريقه حدوث الانصاب هو عباره عن شرايين واورده واعصاب، زيها زي اي عضو في الجسم، في دم بيروح، الدم ده ممكن الدم ده ما يكونش بيوصل بشكل كويس. اهم طبعا هي المشاكل العضويه هي الاساس. يعني طيب لو الدم ده مش بيوصل بشكل كويس زي ما حضرتك بتقول، بيبقى ايه العلاج؟ يعني من اهم الاسباب مثلا لضعف الانصاب هو مرض السكر. تمام. فمهم جدا ان احنا يعني نتابع السكر، لو السكر مش منضبط لازم السكر يبقى مظبوط. ولو مش من مرض السكر، ما هو يعني حدوث الضعف الانصاب يعني كسبب لوحده كده ان مريض يكون
طبيعي تماما في كل حاجه، ما عندوش اي اسباب عضويه وفقط عنده مشكله في الانصاب، دي اسباب نادره جدا جدا. تمام. وعاده بتبقى ليها خلفيه نفسيه اكتر من ان المشكله عضويه. يعني لازم يعرف اساس المشكله ايه ويحلها. طبعا اكيد. يعني الحلول بسيطه وموجوده طبعا، يا اما بعلاج. هل ممكن توصل انه يكون في عمليه او حاجه زي كده؟ طبعا ممكن اكيد، وبتكون حاجة بسيطة لو الأمور راح عند حد متخصص ومشي مع درجات العلاج مظبوط، وخدنا عملنا الفحوصات بتاعتنا المظبوطة، وفي الآخر وصلنا لقرار الجراحة أو قرار العملية، نسبة الرضا بتاع العيانين بعد قرار العملية هائلة جدا، فوق 95%. طيب. أهمية سواء هو أو زوجته، يعني العلاقة طبعا. مدى أهمية إن دلوقتي الشباب يطمنوا على نفسهم قبل الجواز؟ هي دي نقطة مهمة في الحقيقة. احنا هي مش بس ان هو يطمن على نفسه، المشكله كمان ان بيجي ناس كتير هو مش عارف بالظبط يعني ايه علاقه زوجيه او يعني ايه علاقه حميمه. معقوله في الزمن اللي احنا فيه ده؟ هو بيبقى عنده في نقطتين، اما ان هو بياخد خبرته من النت او من الافلام الاباحيه، او ان هو بيبقى متربي تربيه متزمته شويه، فبرضه ما بيبقاش عنده وعي كفايه. تمام. وفي الحقيقه الاثنين موجودين، يعني في جزء كبير من الشباب او البنات بعد الزواج بيبقى عندهم مشاكل نتيجه للتربيه المتزمته جدا، اللي بيبقى عندهم زي ما بيتقال كده عليها باللفظ المصطلح الانجليزي سكس سادرت، او ان ده حاجه مش صح، مش مظبوطه ان الجنس بصفه عامه، او ان بيبقى عنده اكسبكتيشنز توقعات من الافلام العربيه الحقيقيه، فهو ما بيبقاش عارف بالظبط. فهو بيجي يقول معرفش انا طبيعي مش طبيعي، هل مريت بعلاقه قبل كده نتيجه لان مثلا لو في تأثيرات خارجية أو توقعات ما كانتش مظبوطة، فأنا فشلت في العلاقة، فأنا معرفش الزواج هيبقى أخباره إيه. وفي الحقيقة في يعني مثلا الكنيسة المصرية بتعمل دورات تثقيف ودورات للزواج، ودي حاجة مهمة جدا طبعا. حلو قوي. فعلا دي حقيقة. يعني ودي حاجة فعلا تجربة كويسة، شايف تجربة كويسة جدا وعملت نتيجة. يعني انا احنا بنشتغل مع كل الفئات في المجتمع، فانا بشوف مثلا ان قبل الزواج في الكنيسه لازم يبقى في بعض الفحوصات بيعملوها اساسيه، وبيدوهم دوره تثقيف، واحنا يعني عندنا تواصل معاهم. طب ده في الكنيسه. طب والباقي والمسلمين؟ هو انا بقول شباب، احنا بنتكلم عشان لازم يكون الشباب فعلا عندهم وعي ان هم فاهمين يعني ايه. دي مهم فعلا يبقى في توعيه او تثقيف اكتر من ان هو يجي يطمن على نفسه. احنا نطمن على نفسه دي حاجه يعني بسيطه يعني. طب دلوقتي بتحس ان الشباب عندهم شجاعه ان هم يجوا يطمنوا على نفسهم، ولا كتير بيبقى في حاله من الانكار يعني مش عايز يعمل كده؟ هو في العدد في الغالب يعني شاب عمره في العشرينات او الثلاثينات، لو ما فيش حاجه مرض كبير، فهو في الغالب ان شاء الله هيبقى كويس. تمام. هو محتاج لو هو جه يسال. تمام. فهو عنده اسئله، فمهم ان اللي يجاوبه على الاسئله دي يبقى متخصص. لكن في الغالب هو يعني مفيش سبب يخلي واحد عنده 20 او ده اللي انا بقوله 20 او 30 سنه عنده مشكله في الشرايين او الاورده. لان هي الشرايين والاورده والجسم بصفه عامه هو جزء من الجسم الكامل. فهو طالما ما عندوش مشكله عضويه غالبا ما عندوش مشكله جنسيه. تمام. اوكي. طيب يعني دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده بالمؤثرات اللي حوالينا، شايف ايه اكتر حاجه ممكن تاثر على او تعمل ضعف جنسي عند الشباب وعند الرجال؟ شايف ايه اللي انت بتشوفه حواليك دلوقتي؟ زي ما قلت برضه هنقسمهم فئات عمريه، يعني احنا لو اتكلمنا عن الشباب او الفئات العمريه، ف التوقعات المش مظبوطه، لو في صعوبه في حدوث العلاج عند الزوجه، يعني في برضه صعوبه عند الزوجه، لان هو احنا لو في اي ضعف او في مشكله عند طرف فغالبا الطرف الثاني بيتاثر. طبعا. فلو في صعوبه عند الزوجه هيبقى في صعوبه عند الرجل في اثناء عمليه العلاج في الاول، فده هياثر على الانصاب. لو حصل ضغط نفسي في وقت من الاوقات وحصل صعوبه في عمليه الجماع او العلاج في مره، بعض الناس بتبتدي تاثر عليها في المرات اللي بعد كده. الفئات الاكبر من كده، الفئات العمريه الاكبر، فهو طبعا في مؤثرات كتير جدا، السكر زي ما قلت لحضرتك، الامراض البطنيه العامه زي الضغط، بعض ادويه الضغط بتاثر، السمنه طبعا بتاثر، التدخين، المخدرات. طيب اعتبر نفسك دلوقتي بتكلم رجاله بيتفرجوا عليك وعندهم مشكله ومش قادرين يقولوا او مش قادرين يواجهوا، تقول لهم ايه؟ لا طبعا هي لازم المشكله دي تتواجه، لان هو اول حاجه ان البعد، يعني لو في ضعف انصاب ادى الى بعد،
فالرجوع بيبقى أصعب، كل ما كان أبدر وكل ما حصلش مشاكل أسرية بسبب المشكلة دي كل ما كان الرجوع هيبقى أسهل. الحاجة التانية إن مفيش حاجة اسمها يعني عادة أنا دي بشوفها كومنتات على الفيسبوك أو الأسئلة بتتقابل. أنا إيه أكتر أسئلة بتلاقيها؟ يعني مثلا أنا عندي مشكلة، حد يرد عليه يقول له اعمل رياضة، انزل اجري، مش عارف كل أكل إيه. لا، مش هي دي، مش هي ده الحل، مش هو ده العلاج. تمام، في مشكلة، فالمشكلة دي ليها علاج. كل انت عارف حضرتك هي بتبقى زي دايرة مفرغة. واحد فشل مرة قبل كده في العلاقة نتيجة لأي سبب، وما فيش راجل يعني 100% من الرجالة حصلت لهم فشل في العلاقة في وقت من الأوقات نتيجة لأي سبب، نتيجة لأي سبب، ضغط عصبي، ضغط نفسي، تفكير، خوف على زوجته نتيجة مثلا هي في حمل، في ألم، في أي حاجة ممكن تحصل المشكلة، فهي بتبقى دايرة مفرغة. لو حصلت المشكلة وبعد كده كررت تاني، فتكررت تاني، فكررت مرة كمان، فأنت تجاهلت المشكلة، فحصل إن أنت بقى عندك رهبة أو خوف من إقامة العلاقة فابتديت تبعد. تمام، فالمشكله ابتدت تزيد اكتر. كل ما اتاخرنا وكل ما المشاكل ابتدت تزيد كل ما زادت اكتر، كل طبعا ما زادت والعلاج بقى اصعب. لكن لو جيت اقدر طبعا لو جيت اقدر ده هيبقى احسن أكيد. بكتير اكيد طبعا. ال- 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 الشاب قبل ما بيتجوز ممكن يعرف ان هو عنده مشكله ولا صعب؟ في اسئله بتبقى اساسيه زي الانتصاب الصباحي، في او ما فيش انتصاب صباحي، وفي الحقيقه مش لازم برضو يعني كتكمله للمعلومه مش لازم الانتصاب الصحي ده يحصل كل يوم، هي بتبقى دورات من الانتصاب بتحصل اثناء النوم. احنا عندنا نوعين من النوم اثناء النوم، في حاجه اسمها رابيد اي موفمنت او تبقى حركه العين سريعه، ودي اللي بتحصل وقتها الاحلام، ودي اللي بيحصل في وقتها الانتصاب. وفي حاجه اسمها نون رابيد اي موفمنت، يعني ما بتحصلش حركه للعين وما بتبقاش ده النوم العميق وما بيحصلش وقتها انتصاب، هي دورات من الانتصاب بتحصل. تمام، فلو الشاب صحي في الوقت دوره من دوره الانتصاب هيلاقي في انتصاب. تمام، فمش التاني مش لازم تحصل كل يوم. الحاجه التانيه ان اثناء المؤثرات او يعني لو حصل استمناء او كده يبقى في انتصاب، فدي من العلامات الاساسيه للوجود ان مفيش مشكله في الانتصاب. هل الضعف الجنسي ممكن يعمل مشاكل في الانجاب ولا ملوش دعوه؟ دي حاجه ودي حاجه، الا لو كان الضعف الجنسي شديد لدرجه ان ما بيحصلش قصف داخلي في اثناء العلاج. لكن يعني لو هو حتى ده ما بيأثرش على الانجاب ممكن يخلف عادي. يعني لو الانتصاب مفيش انتصاب خالص، مفيش علاج موجود، فمش هيبقى فيه قصف فبالتالي داخلي فمش هيحصل حمل. طب تنصح الشباب بايه؟ تقول لهم ايه عشان يحافظوا على حياتهم الجنسيه وعشان يبقوا صحتهم كويسه؟ طبعا الحاجات الاساسيه ان السمنه، الاكل يتظبط، محيط الخصر او محيط البطن ده مهم جدا، وده بيرفع مشاكل كتيره، حاجه اسمها متلازمه الايض، يعني محيط الخصر ده مسؤول عن ارتفاع نسبه تسبب السكر، ضغط، نقص هرمون الذكوره. تمام، فالوزن مهم جدا. التدخين طبعا، كلمني عن التدخين شويه بقى، بيأثر ازاي؟ السجاير بصفه عامه بتأثر على الشرايين زيها زي بتأثر على شرايين الجسم كله، بتعمل ضيق في الشرايين بشكل اسرع، زود عوامل الاكسده، وبالتالي دي برضو بتأثر على الـ على الـ على الاندوثيليوم، على غشاء او بطانه الشريان نفسه. وهي بطانه الشريان دي الـ 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 العامل الاساسي لاتساع الشريان ودخول الدم. تمام، فبالتالي هو بيستهلك او يعني كان مثلا حد عنده عربيه وما بينها صيانه دوريه، فبالتالي كفاءه الموتور بتقل بالوقت. فهو السجاير بتأثر على الشريان، بتأثر على بطانه الشريان نفسه، العوامل الاكسده اللي بتطلع من السجاير برضو بتاثر على الدوره الدمويه للجهاز التناسلي. يعني ايه كمان؟ زي ما حضرتك سمنا، سجاير، مخدرات. لا، مخدرات ما تقفش عندها كده وتعديها عادي. المخدرات دي منتشره دلوقتي بشكل كبير، في الستروكس وفي الحشيش وفي الكذا وفي الكذا، في حاجات كتير لازم الناس تعرفوا، الشباب يعرفوا ده بيأثر على صحتهم ازاي. حشيش من ابسط يعني من اكتر اللي هي المخدرات الموجوده واللي في ناس كتيره يعني بتستسهلها، لكن طبعا بتأثر طبعا على الحشيش. ناس كده في ناس كتير ما بتعرفش تعيش من غيرها، ما بيعرفش يقوم الصبح غير لازم مثلا الحشيش بيأثر على بيقلل هرمون الذكوره. هي المشكله ان الشخص تحت تاثير المخدر او الحشيش بيبقاش عنده وعي كامل للعلاقه الزوجيه كانت عامله ازاي، فبيتهيأله مثلا ان المده بالطول هي ده مش بيحصل، او ان هو عنده قدره جنسيه افضل. تمام، لكن الحشيش بيأثر برضه على بيقلل هرمون الذكوره، وهرمون الذكوره من الحاجات العوامل الاساسيه لحدوث الانصاب. الحاجه الثانيه ان هو كمان بيأثر على الاوعيه والجهاز التناسلي سواء الشرايين او الاورده للقضيب،
فده كمان طبعا بيأثر على الانتصاب. ممكن يبان التأثير ده بعد وقت قد ايه من التعاطي؟ يعني يفضل قد ايه يتعاطى عشان يبان عليه ان هو ابتدى يبقى عنده مشكلة في الموضوع ده؟ يعني على حسب كمية التعاطي اللي بيتعاطاها والوقت. يعني احنا بنضرب فاكتور دايما عادة عدد، يعني مثلا السجاير بنضرب عدد السجاير في السنين، فلو الاندكس ده المؤشر ده زاد عن 300 فده طبعا عنده يعني لو قاله مثلا 10 سنين بيشرب 30 سيجارة في اليوم فده مؤشر خطر جدا ان هو ابتدى هيحصل تاثير على الانتصاب. نفس الكلام برضو الحشيش. اكيد المخدرات كل ما زادت. جالك حالات عندهم مشكله بسبب المخدرات؟ كتير اكيد. في ناس ترامادول والحشيش. ترامادول كارثه. طبعا كارثه ترامادول. وبتقول لهم ايه؟ لا لازم 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 ياخد وقت ووقفه ويبطل المخدرات، لان هي زي ما قلت لحضرتك احنا مش بس بنعالج الانتصاب، انت كمان بتمنع العوامل المؤثرة على ضعف الانتصاب. طب ولو بطل المخدرات اللي باظ يعرف يصلحه؟ يعني في طبعا في لو يعني هو بطل بدري. لو هو بطل بدري يعني واستجابته للعلاج كمان بتتحسن. يعني هو لو واحد شخص ما بيستجبش للعلاج لو ظبط الامور دي الاستجابة هتبقى احسن. يعني اخيرا حضرتك تنصح كل حد بيتفرج عليك ان لو عندك مشكلة تعالى وهتتحل. أكيد مفيش مشكلة ما بتتحلش، يعني في حل لأي حاجة. أكيد. أنا بشكرك جدا نورتني النهاردة فعلا الدكتور محمد شكر عبده، منورتني. نشوفك إن شاء الله في حلقات جاية. ميرسي يا رب. مشاهدينا يا رب تكونوا استفدتوا بحلقة النهاردة وتكون هتعمل فعلا اختلاف في حياتكم، تبتدوا حياة جديدة، المشكلة اللي عندنا نغيرها، مفيش مشكلة ملهاش حل، بس ابتدي أدور على الحل الصح مع حد بيفهم وحد متخصص، ما أروحش أسأل أصحابي يعني. بشكركم جدا، كنت معاكم أميرة بدرة، أشوفكم إن شاء الله على خير يوم السبت الجاي فقط وحصريا على قناة المحور، فأنا حواء سلام.